اسمها ايه؟ كونكس، اللحم الحمراء ده اللي هو الترم البيور، شايفين الميد ترم، والميد ترم اللي احنا كده شكلها بدات تستخدم كده وبتعمل ايه ستيل، شكلها ميني كونكس مش شكلها كده. انما لما نبص في المنظره دي مليانه ايه؟ اكسبليشن لون جراي ازرق، والناحيه الثانيه برضه كده ازرق. بص هي عينين، هنا فين؟ كل ده اشكال مختلف عشان نشوفها بس صفحه يبقى ما فيهوش فوق حاجه فوق حاجه مفيش نظر، اكيد اللي جنبه مين؟ اللي جنبه مين؟ لكن بص في الفتحه هنا كده، دي فتحه فتحه في الماوس على طول اللي هي مين بقى؟ كورونا سببها ايه؟ بص كورونا هو اكتر انت تتفكش ايوه ده شو اي نوع من الجروس ده؟ رقم كام؟ سكن جروس سكن بريمودر او واحد مودر تاني ثالث رابع في الاعياد ده سكن تاني عشان ده والسكن ده فيه سبيرة اهو يعني في عوجة كده موجودة مين ده؟ حد يغلط فيها؟ مكسر لي فيها وسكيشن هنا الاسمويل فيه مادة فيها شوية وسكيشن من المادة ده مين ده؟ الشاطر اللي يقول لي ايه؟ وهي كلمة inverted يعني مقلوبة، إيه اللي اتقلب فيها بقى إن شاء الله؟ اللي بيصير لما دخل جوه فين؟ دي محتاجة تحقق؟ مش معرفة. طيب آخر حاجة بيكسرش المنظر ده كده. طب هو انت معاك اصلا بيوبسي؟ ما فيش بيوبسي، انت بتتكلم لما تجي لك شعر المنظر ده تقول الله اعلم كده هي فيها ماس موجوده. الماس دي قد تكون تتكلم كده، قد تكون مكسره الدنيا، قد تكون اندر كونال، قد تكون كارسون. اوكي؟ اعرف ازاي ما بينهم بيوبسي يعني ايه؟ دي مش هتشخص حاجه، دي جاست ان انت تعرفني ان انت تاخد بيوبسي. يعني انا لما اجي لك في الامتحان اقول لك دي ايه؟ تقول ايه؟ ماس. اسالك هي ايه؟ او الفرصه الانفستيجيشن هتعمل لي ايه؟ كلمه واحده بس. بيوبسي. كلمه واحده بيوبسي ده تتابع عليه يعني ما جيلكش بتحدد ايه؟ تقول لي ماشي هو كده في الامر. طب ايه الفرصه الانفستيجيشن اللي انت تعملها؟ بيوبسي مش هتعمل حاجه اكتر من كده. الرايت سايد فيها لا ده بيقول لي بقى انا انت ممكن توكل في هنا طول النهار شايفه ده مين؟ ده صفر ده مين؟ ده مين؟ شكله كتير خالص ده مين؟ مقفولة برضو كده سكرايت خلاص سكرايت على الرغم ان في جزء من السطح صغير خالص موجود لان ما كانش عارف السطح اللي كان فيه الفومر ده اللي هو لكن انت برضو عمرك ما تقول دي فرنتر ما تمشيش فرنتر بس ما تمشيش سكرايت خلاص سكرايت في بوزيشن من المنظر ده يبقى ايه سكرايت طبيعي خالص ان السكرايت ما يبقاش فيه سطح موجود لكن ساعات انا وانا بصور هو بياخد الخطس
يجي جزء من يعني جزء من مين الموني بارت بتاع السرطان يقول موني بارت كويس والموضع ده كان من الوسط ده بس الطبيعي السكنويد ما يبانش فيه جزء بس الاكثر الاقل اهميه منه الكورونر ده مهم جدا تخصصه اوكي هل فيكم حتى هيحتاج اي ار بارت بعد كده اكيد يعني احنا بنحاول نطمن نعمل ايه بقى؟ نروح المستشفى بعد ما نطمن وتشوف كل الاشعه كلها اللي موجودين هناك وتقعد تدرب نفسك عليها اوكي؟ وانت رايح هناك تقف قدام قسم الاشعه كده تلاقي ناس كل الشعب المصري كل اللي حد فيهم وجع كل اللي كان عنده هو ده اكل عيش لازم تلاقي ماسك اشعه وماشي كده تحط على حد انت عامل اشعه جبنا فيها تبص فيها تقول له شكرا عود نفسك تشوف مره اثنين ثلاثه تطبق ما تروحش تذاكر الكلام ده تروح تطبقه النهارده شوف حتى ايه من على النت نازل اكتب مثلا كورونا سي تي خلاص بينزل لك 1000 كورونا ابدا انت تدرب نفسك على طيب هناخد الاكسل المفروض الاكسل عاده هنقطع بالمنظر ده فبان اول حاجه في الفرنسا دي هي مين؟ شوف الفرنسا في سنه شكلها ايه؟ الناحيه الثانيه فيها اوسكيشن في المنظر ده كويس؟ لو انت فضلت تنزل كده هتلاقي الصفحه في النص وهتلاقي مين؟ هو ديابيتك منكم كمان انا اقول عليها بالنسبه ليك انت في الشوارع قول ان هي فيها سيتويشن او يكون فيها بولت جايه هنا لما تشوفينها من الزرق تشوفينها الصفحه وتاخد التربت تقطعها مقفوفه يبقى تحط بالمنظر ده كده هتلاقي هنا مقفوله الحاجه الوحيده اللي تقفل السينس مع النوز هي البولت لا انت بتقول البولت لا انفرتيف بابلوما لا ميت تاني لا ريرجي بروباي اند سو اون يعني الحاجه اللي تيجي من السينس تاني لما نبص في اللاتر بالمنظر ده كده واقفل فوق في المنطقه ديت موجود الميكرون في حاجه ثانيه احنا شفناها لما خدنا الريتو فارينجيال اكسس قلنا الريتو فارينجيال اكسس ده بيجي بريفر تمر المنظر ده فيبان كان المنظر ده في وايد في المنطقه اللي موجود فيها كان عندنا نوعين من الريتو فارينجيال اكسس ايه بقى النوعين اللي موجودين؟ ايه الفرق بين الاكسس في الشعر؟ يعمل ايه؟ او تاكل يعني احنا لو لقينا الفيرتبرا بالمنظر ده كويس يبقى ده اكيد احيوه هتعمل شكل كده لكن لو لقيناها في الصوره اللي بعد كده اهو المنظر ده كده ده اكيد احيوه شايفين في اكسس موجود في الفيرتبرا بالمنظر ده لكن في منظر ثاني اللي هو البوتس ديسيز اهو نفس الفكره بس اللي ايه في الاستراكشر موجود في الصوره في الفيرتبرا يبقى ده اكيد ايه كرون يبقى اذا اي حاجه قبل الفيرتبرا هتكون مين اكسس أبسط حاجة مني تكون كرويد هتبص على مين؟ على الفيرتبرا اللي هي كانت الدكلة المخصرة يبقى أكيد ده كرويد بوتس سيز أوكي؟ مين بقى البوتس سيز؟ اللي بتتوه هسأله يا جماعة بوتس سيز ده اللي هو إيه؟ تي بي إيه المانيفستيشن بتاعته؟ أي حاجة قول أي حاجة طيب ها؟ ها؟ طيب
في اخر مره ما حدش اساله ايه مش عارف حاجه ولا اي حاجه لا ما هو ما تفتي عشان عشان بيسال اللي بعده لا يعني نرجع على الموضوع بتاعنا خلاص خلاص اكس راي لما نيجي نستعمله فعلا دي بقى ثواني اللي احنا قلنا عليها في حاجه اسمها خلاص ثالث طرق بودي هيبان منظر ليه؟ لان القاعده بتقول ان الحديث اعلى في الجدول بتاعه طب بص للمنظر ده كده لما نعمل اكس راي المنظر ده ده مين؟ بصر اخيره او نطر بالمنظر ده كده خلاص يبان ان مفيش مرسوم بالظبط ليه بقى؟ لان الكونتراست بتاعه ما بينه وما بين ده فورم بودي موجود فين؟ الفارس خلاص وده موجود في الفارس طب ده نعمل له ايه؟ دكتور احمد نعمل له ايه؟ هنشيله ما هو ده كلام صحيح هنشيله بقى بايه؟ المنظار بتاعي اللي انا اسمه ايه؟ هيبانين ده اي حد يقولها لكن انا لما تيجي تسالك كده اقول لك ايه بقى الكوميونيكيشن بتاعك انا يعني بصوا وقت تعليق بتتكلم عشان بس انا مواجهه كده شويه ده المنظر ده ايه اكيد لقطه المنظر ده بص رايك اوكي شايفين الميتا اصلا باين اكتر من الموضوع كويس وبعدين ده واقف عند الفانكس او بدايه الفانكس ده نعمل له ايه؟ فرنج سكوب او رنج سكوب خلاص هشوفنا على كده اقول له ايه الاذر انديكيشن يعني مش كل الكام سنه في مصر في الناس ده المنظر ده المنظر يعني بين مريم بالمنظر ده يبقى الوسط بالمنظر ده كده عندها كارديا ما بتفتحش الكارديا دي بتاعت مين القلب ولا بتاعت مين؟ كان في حاجه ثانيه خالص لما كان احنا خدنا كانسر بس في كانسر كويس كان طلع ايه الجيل بتاع الريت بتاع 2009 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاسهم تسعه دي خالص وبعدين في الحته دي كان فيها ناس فتاخد نفس شكل الناس دي ناس ودي ناس خلاص والمريم في النص صور فبان المنظر ده الريت بتاع 2009 ده انديكيت ان في ايه؟ في كانسر هو كارسينوما يعني قول كارسينوما قول صفر حط صوابع في عينيك لانك انت عينيك مش ميكروسكوب انت ده كانسر مالجنا اكيد ده مالجنا لكن ليس كارسينوما اللي يقول كارسينوما ده بعد ما تاخد الايه؟ يعني لما يجي لك حاجه في قلب النافس وحد يقول لي على كارسينوما حط صوابع في عينيك لانك انت ما عندكش اوكي؟ بص في الروس ده موجود الترقيه ما فيهاش حاجه كتيره الا بس كان في كون موجود مش هيهمنا الحاجه دي الا بس كان فيها فورم بودي اخر حاجه موجوده اللي هي التراكيستومي التراكيستومي ده من الحاجات المهمه جدا ممكن تبان في المنظر ده لو انت بتعمل اشعه واحد تبان الفتحه بتاعتها موجوده في التراكيه في المنظر ده
تركزكم من الحاجات المهمه جدا ان انت تسال فيها لو جالك صوره بالمنظر ده او صوره بالمنظر ده اقول لك ايه اللي انت شايفه ده ده عيان عامل تركزتم قول لي اثنين انديكيشن خلاص بلاش قول لي اثنين انديكيشن اي حاجه يعني اي اثنين ده هم 17 قول اثنين اي حاجه ذاتها فيكشن في ايدي عشان دي احلى حاجه بص يا شباب انت بص انا متاكد انك في نش هي موضوع من كتر حرصه من كتر حرصه فبتحفظ كل حاجه فبتنسى كل حاجه في حاجه اسمها مينيمال ريكويرمنت